بلاتي بلاتي عندك المدرب كذلك وليد الصبار. فاز فريق الرجاء الرياضي على حساب فريق الجيش الملكي بهدفين مقابل واحد. انطلقت المباراة كرة من جانب فريق الرجاء. زكريا حدرة في العرضية البعثة الراسية دي خطيرة. على ما أقول لكم منذ اللحظات الأولى سنتابع التشويخات في هذه المباراة بالنظر للظروف المناسبة التي هيئت من أجل تقديم طبق كروي يليق بقيمة وعرقة وتاريخ الفريقين في هذه المسابقة. أجواء في المدرجات والبداية كيف ستكون ولمن ستكون البعثة الراسية. تدخل من جانب دفاع الملكي ضغط منذ البداية من جانب عناصر فريق الرجاء. تلعب كرة على مستوى الجهة اليمنى هذا طريقة مشات لزكريا حدراف لعب طريقة شبيهة هذه خطيرة ويتدخل المدافع محمد الشيخي في الوقت المناسب والركنية الأولى في المقابلة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. يريد منذ البداية أن يفتتح حصة التسجيل في هذه المباراة فريق الرجاء الرياضي لأنه يعلم جيدا بأنه تسجيل الهدف في الدقيقة الأولى سيكون مهم أمام فريق من قبل الجيش الملكي وفي ظل نتيجة الذهاب واحد مقابل واحد. الركن الياس الحداد جات مرة أخرى في خط الوسط عملية تمرير بهذه الطريقة محاولة لفريق الجيش الملكي. أبو بكر طونغارال ما تمكنش من كورته والحكم يشير خطأ لفائدة فريق يلعب بشكل سريع. عبد الإله الحافظ يتقدم في وسط الميدان يلعب فاتجه اللاعب زكريا حدراف كرة خارج الشباك كرة لعبت خارج الشباك طبيعة الحال ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. منورات زكريا حدراف على الجهة اليمنى وكذلك الانسلالات ديال محمود بن حليم غنتابعوها في أكثر من مناسبة في هذه المقابلة. وهذه من نقاط قوة فريق الرجاء الرياضي على مستوى الأجنحة هناك أكيد السرعة تميز لا محمود بن حليب ولا كذلك زكريا حدراف. سقوط محسن ياشور يتم اعتماد عليه بطبيعه الحال كراس حربه في تشكيله فريق الرجاء الرياضي. وشوفنا الاسيست اللي كان من عبد الله الحافظي زكريا حدراف وسقوط محسن ياشور اللي كان طالب خطا الحكم شاف ما كانش هناك خطا لفائده شاف ما كانش خطا لفائده فريق الرجاء الرياضي ويقول ضربه مرمى لفريق الجيش الملكي. الجيش الملكي بطبيعة الحال اللي كان تمكن بطبيعة الحال من تسجيل انتصار مهم برسم الجولة الماضية من الدوري الوطني الاحترافي. العودة بثلاث نقاط هناك من قلب المركب الرياضي لمدينة طنجة. الفوز على فريق الاتحاد كان مهم معنويا بالنسبة لكتيبة الجيش الملكي قبل هذه المواجهة. في المقابل نعلم جيدا بأنه الرجاء الرياضي كان تلقى الهزيمة فريق أولمبيك آسفي بهدفين دون مقابل وهي أول هزيمة لفريق الرجاء الرياضي في هذا الموسم. كرة تلعب ربما اقول بانه كانت كل المدرب خوان كارلوس غاريدو لا
يفضل انه ما يغامرش اكيد بالتشكيل الاساسي لفريق الرجاء الرياضي، وفضل انه يغامر بثلاثه ديال النقاط من اجل البحث على الفوز اليوم. فريق الجيش الملكي في هذه المقابله ومعانقه المباراه النهائيه امام من امام ستكون امام فريق الدفاع الحسني الجديدي. إذن سننتظر من سيتهل الموعد النهائي، هل هو الرجاء ام الجيش الملكي من اجل مواجهه فريق الدفاع الحسني الجديد اللي عنده ذكريات تقول مع فريقي هذه المواجهه سواء الرجاء الرياضي وكذلك الجيش الملكي، باعتبار انه اول نهائي كان لعبوا الحسني الجديد كان سنه 1977، وانا ذاك خصم فريق الرجاء الرياضي فريق الدكالي الذي يصل للمره الخامسه للمباراة النهائية للكأس الفضية بعدما تجاوز اكيد عقبة فريق النهضة البركانية 0-0 في مباراة الذهاب وثلاثة او اربعة مقابل ثلاثة في مباراة الإياب يوم امس بملعب العابدي بمدينة الجديدة. مباراة صراحة اوفت بالتطلعات والانتظار، كانت مباراة هجومية واعطتنا حصيلة تهديفية مميزة، سبعة اهداف من جانب الفريقين والتأهل لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. قلت الدفاع عنده ذكريات مع الرجاء وكذلك فريق الجيش الملكي بحكم انه خسر اول نهائي من فريق الرجاء سنة 1977، وبعد ذلك خسارة نهائيين على التوالي 1985 و1986 وامام من امام فريق الجيش الملكي. ونذكر بانه 2013 كان توج على حساب من على حساب فريق الرجاء الرياضي الضربات الترجيحيه، لذلك قلت بانه لا من جانب الرجاء كذلك من جانب الجيش الملكي الدفاع الحسني الجديدي. يعني المباريات التاريخيه في هذه المسابقه كانت امام الفريقين امام الرجاء والجيش الملكي، وسينتظر الفريق الذي تاهل لمواجهه الدفاع الحسني الجديدي في نهايه 18 نوفمبر بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط. ونعلم شيء الجيش يريد ان يلعب بميدانه بقلب العاصمه، لذلك اليوم يركز بشكل كبير من التعول على حساب الرجاء الرياضي. معطيات كما اشرت تخلينا نشوف مقابله مفتوحه على كل الاحتمالات. نعود يا شباب جديد كره لفائده الحارس محمد لفائده الحارس انس سريت مشات اماميه الجهه اليمنى وكذلك زكريا حدرف تلعب اماميه من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي في اتجاه زكريا حدرف. تدخل دفاع فريق الجيش الملكي والتماس يلعب من طرف من طرف عبد الرحيم الشكير. كره مره اخرى لدفاع فريق الرجاء الرياضي، شوف متقدمين على مستوى خط الوسط والمجموعه من اللاعبين كيحاولوا ما امكن انه يضغطوا بالشكل الكبير في اتجاه نصف ملعب فريق الجيش الملكي. كره في الجهه اليسرى، حكم يشير بالتماس لفائده فريق الجيش الملكي. اذا كانت بدات سريعه من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي مش سريع، اقول بانه المقابله يعني الان كنتابعوا المتوسط من جانب الطرفين في انتظار فرص اخرى وفي انتظار انه الريتم يرتفع من جانب الطرفين. كره اماميه لمحسن ياشور، التغطيه كانت من طرف من طرف الياس الحداد لمحمد الشيخي يلعب امامي على مستوى الجهه اليسرى. سبق الكره وعبد الرحيم الشاكير يعيد الكره لانس زنيتي. انس زنيتي يرفع كورتو، لاعب سقط من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. اظن بانه عبد الجليل شبيره، اذا سقوط عبد الجليل شبيره. التماس اللي كان والاصابه اللي كانت اصابه عبد الجليل شبيره بعد ما كان تدخل غير مقصود من جانب الظهير الايمن لفريق الجيش الملكي ايوب العاملون. اذا المباراه متوقفه، وهذا في الصورة حكم المباراة رضوان جيد. كما قلت المباراة السادسة التي يقودها للفريقين مع عدن السادس كلاسيكو لرضوان جيد بعد ما كان قد أول كلاسيكو 2010-2011 وانذاك فاز فريق الرجاء بهدفين مقابل واحد. بالنسبة للقاء الطرفين مع نذكر بأنه الرجاء مع رضوان جيد فاز بجوج ديال المباريات، والجيش الملكي كذلك فاز بجوج ديال المباريات، فيما جوج ديال اللقاءات بين الطرفين انتهت بنتيجة التعادل. ودائما اللقاءات التي تعرف تواجد هذا الحكم رضوان، ونذكر هذا الموسم هذه لم تخن المعطيات، هذه ثالث مقابله يقودها رضوان جيد للفريقين معا. بالنسبه لفريق الجيش الملكي اللقاء الاول اللي كان قادر بطبيعه الحال كان جمع
هو الجيش الملكي انتهى بجوج للصفر برسم الجولة الثانية من الدوري الوطني الاحترافي. والمباراة الثانية كانت أمام فريق الدفاع الحسني برسم الجولة السادسة وانتهت بفوز فريق الدفاع الحسني الجديد بهدفين مقابل واحد. انتصار اللي كان للفريق الدكالي بالمجمع الرياضي عبد الله بن رباط. فيما هذه كذلك قلت ثالث مقابلة يقودها للرشا الأولى كما أشرت أمام الجيش انتهت 2-0 والثانية برسم الجولة الرابعة أمام فريق الاتحاد طنجة هناك بمدينة وانتهت 1-1. كرة في الجهة اليسرى لفادت فريق الرجاء رجعت للجيش الملكي محاولة البحث على التسديد هذه فرصة خطيرة سددها لكن قبل ذلك إشارة من جانب الحكم إشارة خطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي. كانت فرصة لفريق الجيش الملكي عملية التسديد غنتابعوا بطبيعة الحال يعني مجموعة من العناصر التي تمتاز بالتسديد من بعيد من جانب عناصر فريق الجيش الملكي كما هو الشان بالنسبة لليوسفي وكذلك اللاعب أبو بكر طونغارا والطوبي وكوليبالي هنا المحاولة الأخيرة وقبل ذلك الحكم أشار بخطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي. كرة أمامية تدخل بدر بانون عبد الجليل شبيرة خطأ الحكم يقول ضد اللاعب أيوب تلبيه من جانب الحكم أيوب من جانب الحكم لأيوب العملود بعد ما كان هذا ثاني تدخل أمام نفس اللاعب عبد الجليل شبيرة ربما غير راضي على تدخلات أيوب العملود اليوم مطالب أنه يوقف محمود بن حارب وكذلك عبد الجليل شبيرة كنعرفوا الدور المزدوج بالنسبة لعبد الجليل شبيرة دور دفاعي هجومي ولا كذلك الجناح الأيسر محمود بن حليف هذا المقابلة قلت سيراقب تحركات هذا الثنائي لأنه يعرف خطورة بشكل كبير تكمن في الأروقة والأجنحة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. كرة مشات لزكريا حدراف لعبها لعبد الله الحافظي سباق الكرة كان هو الشيخي وسط الميدان مشات أمامية في اتجاه أبو بكر طونغارا تمكن من كورت لفائدة فريق الجيش الملكي لكن قلت هناك برج المراقبة كل من جواد اليميق وبدر بانون التغطية كانت من جانب جواد اليميق يخرج كرة تماس لفائدة فريق الجيش الملكي. 19 دقيقة النتيجة لا زالت 0-0 نتيجة 0-0 طبيعة الحال صالح فريق الرجاء الرياضي باعتبار انه سجل في مباراة الذهاب هناك بمدينة الرباط لذلك فريق الجيش الملكي سيكون مطالب بالتشكيل ان اراد ان ينافس بقوة من اجل الظفر بتأشيرة المرور للمباراة الثانية. كرة في الدفاع مشات محمد امين البرقادي عميد اليوم اظن هو ابراهيم باكايوكو يلعب اماميه فقط لليما مابيدي متوسط ميدان دفاعي في تشكيله فريق الرجاء الرياضي من الاشمع تمر عبر عبد الرحيم الشاكر في الجهه اليمنى لعبد مابيدي يلعب اماميه لزكريا حدراف والحكم يشير خطا لفريق الرجاء الرياضي. حكم رضوان جيد سبق له قاد نهائي كاس العرش سنة 2013 بين الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي. هذاك بطبيعة الحال تتويج لفريق الدفاع الحسني الجديدي كما شرط بفضل الضربات الترجيحية. قد جوج ديال المباريات في نهائي كاس العرش. كرة تلعب لفائدة الرجاء هذه خطيرة خطيرة خطيرة. متابعة بالشكل الجيد من جانب محمد أمين البقادي. قلت بانه قاد جوج ديال المباريات نهائي كاس العرش الاولى 2013 الرجاء الدفاع الحسني الجديدي والثانيه كانت الموسم الماضي بمدينه العيون بين المغرب الفاسي اولمبيك سفي وانتهت بفوز فريق المغرب الفاسي باولمبيك فوز المغرب الفاسي على حساب اولمبيك سفي بهدفين مقابل واحد والتتويج بلقب كاس العرش بالنسبه للفريق الاصفر فريق المغرب الفاسي. اذا 0-0 21 دقيقه هدف سيغير من معطيات هذه المباراة سواء من جانب الرجاء وكذلك الجيش الملكي. الرجاء يبحث منذ البداية لكن فقط محاولة طبعا الخطورة هذه العرضية تلعب مقوصة تغطية من جانب دفاع الجيش الملكي لإبعاد في وسط الميدان. جواد اليميق في التغطية يلعب لعبد الجليل يبحث على المراوغة والحكم يشير بخطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي. اللي دخل هو المهدي بن رحمه هو لعميد بطبيعه الحال فات المباراه عميد فريق الجيش الملكي. المهدي بن رحمه واحد من الاسماء المجربه في تشكيله فريق الجيش الملكي. شوفوا هنا اللقطه اللي من خلال الحكم اشار بخطا للاعب
تلعب الكرة من الراقي، مشات لشبيرة فلاشة اليسرى لاستقبال من الحافة أمامية محمود بن حليب، تبعيد على محمود بن حليب وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. التنفيذ غيكون من محمد أمين البرقادي، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقال، والهدف والذي قلت سيغير من معطيات المباراة. لاحظوا بأنه ربما هناك حيطة وحذر، بالرغم أنه كل فريق يريد أن يلعب بأسلوب هجومي في هذه المواجهة، سواء من جانب فريق الرجاء الرياضي ذلك فريق الجيش الملكي الذي لا يريد أن يغامر منذ البداية ويتلقى هدف ربما يغير من مجريات هذه المباراة. رضوان جيد، الأب والآخر كان قد نهائي كأس العرش، والد جيد سنة 1989، يقال هذا الشبل من ذاك الأسد. الحاج جيد اللي كان واحد من أبرز الحكام على الساحة الوطنية، اللي كان قد نهائي بين الوداد وأولمبيك خريب 1989، وانذاك انتهى بتتويج الفريق الأحمر فريق الوداد الرياضي بعد ما كان فاز بهدفين دون مقابل. كرة لمحمد أمين البرقادي تلعب أمامية في وسط الميدان، فقط لدفاع فريق الرجاء الرياضي. الكرة لجواد اليميق، اليميق يلعبها في الجهة اليمنى، الحفيظي ما تمكنش منها، التغطية كانت بشكل جيد من جانب سعد اللمطي لاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي، كان يلعب الموسم الماضي رفقة فريق الرجاء الرياضي، لكن تجربة أقول ربما لم تكتمل مع الفريق الأخضر. قرر هذا الموسم أن ينتقل لواحد من أكبر وأقوى الأندية الوطنية فريق الجيش الملكي. غنتابعوا مردوده في هذه المقابلة. فضل عزيز العامري أنه يعتمد على سعد اللمطي، ونعلم جيدا منه عن اللاعب اللي كان يلعب فريق الرجاء السيب حتى اليوم لتقديم مردود كبير فريق السابق. كرة في الجهة اليمنى مشات من جانب الدفاع أيوب العملود، التغطية كانت من إبراهيم باكايوكو، يتحصل على ضربة مرمى فريق الجيش الملكي، والتنفيذ سيكون مرة أخرى من جانب محمد أمين البرقادي. هذا في انتظار تنفيذ ركلة مرمى لفريق الجيش الملكي. الأوفياء والعشاق غير فريق الجيش الملكي اليوم، حضور محترم أكيد لكبار العاصمة هنا لمساندة فريق الجيش الملكي في هذه المباراة. جماهير الجيش الملكي التي قررت العودة لمساندة فريقها بعدما صراحة أقول بأنه الفريق الجيش الملكي عانى بشكل كبير سواء الموسم الماضي وبداية هذا الموسم من غياب جمهوره. جماهير الجيش الملكي التي قررت أن تعود لتساند فريقها، وهي تعلم هذا السنة رهان كبير للفريق العسكري للعودة على الألقاب من جديد بعد الغياب أقول لسنوات لواحد من الأندية لعودنا في كل سنة يكون حاضرا للمنافسة بقوة سواء على مستوى لقب البطولة الوطنية وكذلك لقب كأس العرش. كرة تلعب وسط الميدان لفائدة الرجاء الرياضي. زكريا حدرب في الجهة اليمنى غالقين كل المنافذ عناصر فريق الجيش الملكي، تلعب من محمود بن حليب، يلعب أمامية لزكريا حدرف، ما تمكنش من كورس، وهذه التمريرة أظن بأنه كانت تمريرة على المقص، تعود سريعة من جانب عناصر الرجاء لفائدة الجيش الملكي، ما تمكنش من المهدي بالرحمة من إبراهيم باكايوكو. الجهة اليسرى لفائدة الشيخي بعد ما كان تلقى الكرة من جانب المهدي مرة أخرى وسط الميدان من جانب عناصر فريق الرجاء. لماما بيدي يبحث على التمرير، لماما للخلف لعبد الرحيم الشكير، بين الهجمة من عناصر فريق الرجاء الرياضي. بدر بنون وسط لعبد الجيل شبيرة في الجهة اليسرى، عبد الجيل شبيرة عبد الجيل الحافظي قطع الكرة، إبراهيم باك يقيم بتغطية دفاعية على النحو الجيد، ونتابعوا أثناء التنشيط الدفاعي الجيش الملكي يدافع بخمسة أسماء: محمد الشيخ، إبراهيم باكايوكو، إلياس الحداد، أيوب العملود، والمهدي الخلاطي، وكل ذلك من أجل إيقاف أكيد الخطورة ديال المواجهة فريق الرجاء الرياضي. ونتابعوا هذه الصورة تؤكد الكلام اللي تحدث عليه، هذه كرة رشاوية العرضية، رأي وتسلل، رأي وتسلل يشير الحكم المساعد، تحكيم جيد إلى حدود اللحظة. الحكم المساعد الثاني في هذه المقابلة خوان كارلوس غاريدو، هل يحقق الهم بالنسبة
لكل مكونات فريق الرجاء الرياضي والوصول للمباراة النهائية. وبعد ذلك في لقاء النهاية اليوم يواجه فريق منظم، فريق يبدو عنده كذلك أكثر إصرار لتقديم مقابلة تاريخية أمام فريق الرجاء الرياضي. وليستيريا ولشوى صراحة أقل ما يقل عنا رائعة في المدرجات. كرة أمامية لفادة فريق الجيش الملكي في الجهة اليسرى، البحث على التمرير من جانب عناصر الجيش أمامية، كتمرير سعد لمطي لأبو بكر طنقرة، البحث على التسديدة، لكن التسديدة كانت بعيدة، التسديدة كانت بعيدة. المحاولة اللي كانت من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، قلت سيعتمدون على التبعيد كما هو الشأن في كرة المهدي بن رحمة. فيما نلاحظوا بأن وانس سنيت ربما غير راضي على بعض المعطيات التي يتابعها في رقعة الميدان من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. كرة لبدر بانون لجواد اليميق في الجهة اليمنى، اليميق إلى جانبه الشاكير، الشاكير في خط الوسط غير تمرير تمكن من ذلك محمود بن حليب، كرة مشيت بعيدة عليه والحكم يشير بالتماس لفائدة فريق الرجاء. سيلعب التماس، كرة أمامية، محاولة من جانب عناصر فريق، تغطية من دفاع الجيش من جديد لإمام بيضي، يبحث على التسديدة، التغطية تتم في الوقت المناسب وبالشكل المناسب من جانب اللاعب الياس الحداد هو اللي دخل في الكرة الأخيرة. وترجع مرة أخرى لعناصر الرجاء، العرضية فرصة، ارتباك في التغطية الدفاعية، محمد الشيخ يبعد الكرة خارج الملعب، تماس مرة أخرى لعناصر فريق الرجاء الرياضي، يلعب جانب عبد الرحيم الشاكير، الشاكير يلعبها لمحمود بن حليم، تمكن الشاكير يضيع كورتو، تمشي خط الوسط لعناصر فريق الجيش الملكي، ويبدو بأنه الجيش سيبحث من أجل استثمار الهجمات المرتدة لغتت فريق الرجاء الرياضي في هذا المقابل. تذكروا جيدا هذا الكلام، يعني أبرز الفرص التي ستتاح لعناصر الجيش الملكي ستكون حسب ما يبدو من خلال نهج تكتيك للمدرب عزيز العامري، سيعتمد على الهجمات المضادة لمباغتة فريق الرجاء الرياضي في هذه الجولة الأولى. والجولة الثانية هي فقط توقعات وهي فقط قراءة تقنية لما يحدث من جانب الفريقين في هذه المقابلة. كرة في خط الوسط الجهة اليسرى لعبد الشيد، شبيرة يبحث على التمرير أو المراوغة، ضاعت كورتو، كان قطعها العميد المهدي بن رحمة، والحكم يقول تماس لفائدة فريق الجيش الملكي. وهدف في الصورة عزيز العامري، عزيز العامري الذي يريد أن يصل للمرة الثالثة لنهائي كأس العرش بعد ما كان وصل في جوج ديال المناسبات، أقول وصل جوج ديال المناسبات لنهائي كأس العرش، أقول كان وصل للنهائي كلاعب وليس كمدرب، كلاعب رفقة من؟ رفقة فريق الأم، فريق اتحاد سيدي قاسم. 1975 أول نهائي لعبه عزيز العامري كلاعب، أنا ذاك خسر لقب فريق شباب المحمدية ب 1-0، والهزيمة كانت هنا بمدينة الدار البيضاء. والمرة الثانية والنهائي الثاني اللي لعبه عزيز العامري كلاعب 1980 فريق المغرب الفاسي، وكان خسر كذلك اللقب هنا بمدينة الدار البيضاء كما قلت أمام المغرب الفاسي بهدف دون مقابل. عنده ذكريات سيئة هنا بمدينة، قلت عنده ذكريات سيئة هنا بمدينة الدار البيضاء كلاعب، لكن اليوم يريد كمدرب أن يتجاوز واحد من الفرق كذلك المرشحة بقوة للتتويج باللقب فريق الرجاء الرياضي. كرة ثابتة، والكرة الثابتة ربما تحمل اللقب لفريق، ربما تحمل الحل لفريق الجيش الملكي. كرة تلعب من سعد اللمطي، تسديدة بهذه الطريقة جميلة، جميلة من جانب سعد اللمطي. نقولوا هو الاختبار لفريق الجيش الملكي في حدود دقيقة 31، تسديدة سعد اللمطي ما شكلتش خطورة كبيرة، لكن التسديدة كانت موترة في اتجاه الحارس أنس سنيتي. كرة في وسط الميدان، حكم يشير لفائدة فريق الرجاء الرياضي. إذن ننتظر عمل التنفيذ. ستكون من جانب عصام الراقي، في
في الجهة اليمنى. الانسلال محاولة خطيرة من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. سعد اللمطي يتدخل يلعب مفتوح في تقدم من جانب الشواذ اليميق. يلعب عبد الجليل الجبيره في اتجاه منطقة الجزاء. أبو بكر طنقرة يبحث عن التمرير واجدين صعوبة كبيرة. لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي في تجاوز فاعل فريق الجيش الملكي في هذا المقابل. فالمقابل قلت بأنه يعني الملكي يعتمد على الهجمات المرتدة. ويبان أن الخطأ التمرير تمشي في الجهة اليسرى لزكريا حدراف. ربعت على التمرير الحافظي هديتية خطيرة سددها للمرة الثانية من خارج منطقة الجزاء. الرجاء يعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء هذه المرة من جانب محمود بن حليب بعد ما كانت المحاولة الأولى للما مابيدي. الثانية نشوفوا تهي الكرة من عبد الله الحافظي ومحمود بن حليب لعبها اتجاه الحارس محمد أمين البرقات. كرة في الجهة اليمنى تعود للحارس أنس زنيتي اللي كان توج باللقب فريق المغرب الفاسي ثلاثية التاريخية سنة 2013 لقب كأس العرش لقب الاتحاد الأفريقي ولقب السوبر الأفريقي. ذكريات جميلة نذكر الإطار الوطني رشيد الطوس رفقة المغرب الفاسي والجيش الملكي يضغط في هذه اللحظات. يبحث على المراوغة اليوسفي في الجهة اليسرى يبحث على المراوغة شوف التغطية وشوف العودة السريعة للاعب عصام الراقي يقوم بالتغطية. ماذا يقول الحكم؟ يشير بكرة لفائدة فريق الجيش الملكي. إذن يشير كرة لفائدة فريق الجيش الملكي. غنتابعوا الركنية ستلعب هنا. الحكم يقول بأنه اللي لمس الكرة هو اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي. فيما حديث من جانب الراقي مع حكم المباراة يشير له بأنه لاعب الجيش الملكي هو اللي لمس الكرة قبل أن تخرج. عموما شوفوا ربما الركنية الأولى للجيش الملكي في هذا الجولة. شوف اللي قام بالتغطية هو اللاعب فريق الجيش الملكي وليس مدافع فريق الرجاء الرياضي في الكرة الأخيرة. كرة خرجت مرة أخرى للتماس ستلعب من محمد الشيخي يلعب أمامية في الجهة اليسرى. البحث عن المراوغة أبو بكر طنقرة مرة أخرى. التغطية من جانب عصام الراقي. قبل ذلك الحكم يشير خطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي. تلعبت من شكير للجهة اليمنى بعيدة عملية تمرير بعيدة ويبان هناك بعض ارتباك في اداء فريق الرجاء الرياضي. 34 دقيقة نقترن دقيقة 35 مباراة في الجولة الأولى إلى حدود هذه الدقيقة على بعد 10 دقائق. الجولة الأولى مباراة تكتيكية محضة أقول في صراع تكتيكي بين عزيز العامري مدرب الجيش الملكي وإخوان كارلوس كاريدو مدرب فريق الرجاء الرياضي. والفرص تحسب على رؤوس الأصابع في هذا الشوط. فرص أقول يعني قليلة وقليلة جدا من جانب الفريقين. كرة لفريق الجيش الملكي بجات وسط الميدان بحث على المراوغة لإمام أبيض يتمكن من عبد الشي جبيرة يرفع اتجاه الحافظي على الطير لعبها الجهة اليسرى لزكريا حدراف. حدراف غير يبحث على المراوغة التغطية من أيوب العملود. زكريا حدراف تمكن من المراوغة في آخر اللحظة يتمكن من التغطية للمدافع ديال فريق الجيش الملكي. حكم يشير تماس لعناصر يعني فريق الرجاء الرياضي بعد ما كان تدخل من سعد اللمطي. سيلعب التماس من عبد الله الحافظي. عبد الحافظي يلعبها لمحمود بن حليب. الحافظي من جديد لمحمود بن حليب تمريره. شوف صوت التفاهم بين محمود بن حليب عبد الله الحافظي وكذلك زكريا حدراف. في الكره الاخيره مشات خارج الملعب ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي لمحمد امين البرقاتي. محمد امين البرقادي تابعونا الاعاده. كان في وضعيه تسلل زكريا حدراف. محمود بن حليب كانت عنده فرصه انه يعطي كره للحافظي يفضل انه يلعبها في اتجاه زكريا حدراف اللي كان في موقف تسلل. زكريا حدراف هذا في الصوره اللاعب اللي كان توج بلقب رفقه فريق الدفاع الحسني
وعلى حساب من؟ على حساب فريق الحالي، فريق الرشا الرياضي. يعني مجموعة من اللاعبين اللي توجوا مع الرجاء وضد الرجاء طبيعة الحال كأس العرش، وكذلك رفقة فريق الجيش الملكي، وعلى حساب فريق الجيش الملكي اليوم في مباراة للتاريخ من أجل الوصول للمباراة النهائية. طبيعة الحال عبد الله الحافظي، عادل الكاروشي، محمد ألحاش، هذو الثلاثي اللي كان توجوا بلقب كأس العرش على حساب فريق الجيش الملكي سنة 2012. ونذكر عندك عصام الراقي اللي عنده كذلك جميلة في هذه المسابقة، ثلاثة ديال الألقاب دفعة واحدة مع فريق الجيش الملكي 2007 على حساب برنوسي، 2008 على المغرب الفاسي، و2009 على فريق الفتح الرباط. نرجعوا لأشواء المباراة، كورة من عبد الرحيم الشاكر، يلعب عرضية مشات محادية والحكم يشير ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. عندك كذلك جواد اليميق اللي كان توج مع فريق اولمبيك خريبكة على حساب من؟ على حساب فريق الفتح الرباطي سنة 2015 بمدينة طنجة. وعبد الرحيم الشاكر اللي كان توج باللقب مع الجيش الملكي، وعلى حساب من؟ على حساب فريق الفتح الرباطي سنة 2009. كرة امامية وسط الميدان، قلت عبد الرحيم الشاكر اللي كان توج مع الجيش على حساب فريق الفتح الرباطي، وكان خسر اللقب مع الجيش الملكي ضد فريق الرجاء الرياضي. كرة في وسط الميدان، خطأ الحكم يقول لسعد اللمطي. لازالت الحلول غايبة على الفريقين في هذه الجولة الأولى في ظل الأسلوب والنش لكي يلعب به كل فريق. طبيعة الحال نقدروا نقولوا بأنه شوط تكتيكي 100% من جانب المدربين، وصعوبة كبيرة في خلق فرص التهديف وتسجيل الهدف الأول خلال هذه الجولة الأولى. ربما أقول كرة ثابتة تكون الحل بالنسبة للفريقين. عملية ديال التنفيذ، الكرة الثانية لفريق الجيش الملكي، البعثة الراسية، تدخل المدافع جواد اليميق، لعبها في الجهة اليمنى لمحمود بن حليب. بن حليب حتى على التمرير، مطالب بلمسة يد، حكم رضوان جيد يشير بلمسة يد لفائدة فريق الرجاء الرياضي. تلعب من الشاكر لماما بيدي. الشاكر مرة أخرى، انتظروا التنفيذ الكرة من جانب عبد الرحيم الشاكر. يلعبها في الجهة اليمنى، رجعت من الإمام مابيدي. عبد الرحيم الشاكر يغير اتجاه لعب، كرة لبدر بنون، عيدها مرة أخرى للحارس أنس سنيتي. سنيتي لبدر بنون، بدر بنون تلعب في الجهة اليسرى من جانب لعب الحافظي، مشات اتجاه الجيش شبيره، سبق الكره كانوا المدافع ديال الجيش، ضاعت زكريا حدريف، رجعت سريعه مرتده لفريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى، بحث على المراوغه. هناك خطا كم لفائده من لفائده فريق الجيش الملكي، كانت هناك رايه من جانب الحكم المساعد، ربما شاف رضوان جيد اعطاه الياس اللاعب ديال فريق الجيش الملكي في اللقطه الاخيره، لذلك ما شفناش الصافرة من جانب رضوان شيد. ركنية، ركنية الثانية لفريق الجيش الملكي في هذه الجولة الأولى في حدود 40 على بعد 5 دقائق من نهاية الجولة الأولى. قلت نتيجة 0 مقابل 0 تخدم مصالح فريق الرجاء الرياضي، لكن الجيش الملكي يعني لا أظن بأنه سيرضى بهذه النتيجة. تلعب الكرة الركنية مقوسة في اتجاه منطقة الجزاء، دخل إمام بيدي، مشات من حافظي، الاعتماد على الهجمة المضادة لفريق الرجاء الرياضي، سرعة بن حليب وكذلك الحدرف في الجهة اليمنى، نشوفوا بن حليب، الحافظي، الحافظي غير يبحث على التمرير، قطع الكرة سعد اللمطي، يبحث على التمرير، تمكن من ذلك اليوسفي، اليوسفي اللي بالرحمة، بالرحمة غير شا كرة فادت مالي، فادت اللاعب ابراهيم باكايوكو، ومرة أخرى للحارس محمد أمين البرقاتي. يحاولوا ما يتسرعوش اللاعبين ديال الجيش الملكي حتى أنه بناء الهجمة يتم بشكل أقول عقلاني، حتى ما يخلوش الفرصة لفريق الرجاء أنه يستغل المساحات في الكرة المرتدة. عبد الرحيم الشاكر الجهة اليمنى، يلعبها لزكريا حدريف، زكريا حدريف غير حتى على الاختراق، زكريا حدريف، زكريا حدريف، زكريا حدريف، هذه خطيره خطيره. بحث على التمرير لكن سباق الكره كان هو محمد امين البرقادي. ثاني كره من جانب زكريا.
انسلالته على مستوى الجهه اليمنى الاولى كانت سددها كانت خارج الشباك، والثانيه حاول يلعب على المقص في اتجاه محسن يجر، لكن الكره سبق لها الحارس محمد امين البرقادي يتدخل بشكل مميز في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. محمد امين البرقادي اللي كان حارس سابق لفريق الرجاء الرياضي، ذكريات جميله كان قضاها بطبيعه الحال هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، واليوم يريد ان يقدم واحده من المباريات التاريخيه في مساره امام فريقه السابق فريق الرجاء الرياضي. مره اخرى لدفاع فريق الجيش الملكي، 42 دقيقه 0 مقابل 0، جوله اقول بانه جيده لفريق الجيش الملكي. لماذا قلت فريق الجيش الملكي؟ لانه عرف كيفاش يوقف الخطوره ويوقف نقاط القوة التي يمتاز بها فريق الرجاء الرياضي، خصوصا على مستوى التنشيط الهجومي. كرة لمحسن يشور، محسن يشور بحث على المراوغة من أربعة ديال المدافعين ديال فريق الجيش الملكي، وجد صعوبة في ذلك والتغطية مرة أخرى من البهدي بالرحمة، يلعبها فقط للاعب عبد الشيش جبيرة، يلعبها بهذه الطريقة جميلة، هذه خطيرة كانت من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. عبيت بأسفل القدم من محمود بن حليب، حاول يوصل كورتو لمحسن يجور، لكن التغطية كانت من الحارس محمد أمين البرقادي في الوقت المناسب في المكان المناسب. مرة أخرى بين الأشمال لفائدة فريق الرجاء، خرجت والحكم يشير بمواصلة اللاعب غيعطي خطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي، وأول إنذار لأيوب العام. تدخل في جوج ديال المناسبات ضد جميرة، الحكم شاف هذه المرة يجب الإشارة العقوبة الانضباطية، وأيوب العملود الآن سيحتاط لأنه يعلم جيدا بأنه الإنذار الثاني غيخليه يغادر المباراة، وهذا ربما يصعب المأمورية الدفاعية بالنسبة لطبيعة الحال الظهير الأيمن أيوب العملود. شفنا التدخل كان ضد الحفيظي، مش كان يستدعي العقوبة الانضباطية، الحكم شاف بأنه الخطأ يستدعي إشارة بطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة في حدود دقيقة 44 لاعب فريق الجيش الملكي. كرة خارج الملعب، سيلعب التماس، شات للمهدي بالرحمة، المهدي بالرحمة يعيدها لمحمد أمين البرقادي. أمين البرقادي يرفع كورتو وسط الميدان، تدخل عبد الرحيم الشكير، الفعل كان لفريق الجيش الملكي بعد ما كان تدخل من عبد الرحيم الشكير بواسطة اليد. الحكم رضوان شيد يراقب كل تفاصيل الصغيرة والكبيرة في هذه المباراة القوية، كلاسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، لأنه يعرف قيمة المباراة بالنسبة للفريقين من أجل البحث على مرور للمباراة النهائية لكأس العرش الكؤوس المحلية بطبيعة الحال. ستلعب إذا الكرة، ضربة خطأ الثالثة لفريق الجيش الملكي بعد ما كانت من جانب جواد داري يميق. قريب مرة أخرى لرضوان شيد، التنفيذ سيكون المهدي بالرحمة، نقترب من حدود دقة 45، الجولة الأولى لم تقدم المنتظر منها سواء على مستوى الأداء وكذلك النتيجة، بالرغم أنه بعض المحاولات القليلة، لكن قلت بأنه صراع تكتيكي كبير بين اخوان كارلوس غاريدو وعزيز العامري. هذا التنفيذ سيكون من المهدي بالرحمة، تلعب بهذه الطريقة لكن بعيد، بعيدة. لو كنت في رياضة الرجبي وكنت عطات الحصيلة التنقيطية بالنسبة لفريق الجيش الملكي، لكن في كرة القدم طبعا الحال كرة بعيدة كل البعد على مرمى الحارس انس سنيتي، وتعود لفائدة دفاع فريق الرجاء الرياضي. بين الاسماء من جديد، الجهة اليمنى تلعب من شواد اليميق لعبد الرحيم الشكير، سلال زكريا حدراف يتحصل على ضربة خطأ، الحكم يقول لفائدة فريق الرجاء الرياضي. دقيقة كوقت مضاف، إشارة من حكم كريم صبري حكم الرابع ديال هذه المباراة من بين صراحة